صمم فريق من شبان فلسطينيين تطبيقا للهواتف الذكية أطلقوا عليه اسم زقاق، يساعد مستخدميه على التجول في أنحاء مدينة القدس القديمة. نتابع هذا التقرير. زقاق اسم لتطبيق قام 7 شبان مبدعين من مدينة القدس القديمة بإنشائه للهواتف الذكية. يساعد التطبيق مستخدميه على التجوال في الحارات والأزقة القديمة لمدينة القدس، خصوصا الأماكن السياحية والتاريخية. ولكن ما هي قصة الاسم الذي يحمله التطبيق؟ سميناه زقة زقة، تطبيق يعني انه زقاق زقة زقة، لانه القدس القديمة مليانة أزقة، الحارات الموجوده في البلد القديمه هي يعني بتحكي. فكانت الفكره حتى زقه زقه من الشباب انفسهم، ممكن هذا كمان بيميزها. وللتطبيق الذي ينتمي لعالم التكنولوجيا الحديثه علاقه وثيقه بالتاريخ. الجميل في زقاق وجود خريطه تفاعليه بتمكن المستخدم انه يتجول في معالم البلد القديمه بطريقه تفاعليه و ضمن اطار تاريخي فلسطيني عربي. التطبيق متوفر حاليا باللغتين العربية والإنجليزية، وبلغ عدد مستخدميه 2000 شخص بعد 10 أيام فقط من نشره.